الله معكم أحبائي المشاهدين بفقرة جديدة من تعالى يا سيد. أحبائي اليوم أنا بياكم بدنا نتأمل كيف نقول الذي من أجلنا ومن أجل خلاصنا نزل من السماء. اليوم بدنا نكفي ونقول نزل من السماء وصار إنسانا. هالنزول أحبائي كيف نزل الله؟ والله هو مالئ الكل، الله هو كل الوجود. كيف يكون نزل أحبائي؟ نزل من السماء. السماء هي عرش الله، هي مكان حضرته ووجوده، ولكن هو موجود وين مكان؟ يتجاوز السماء. الله ما في سماء بتحده، بقول لهم بالعدد إن سماء السماوات لا تسعني فكيف تبنون هيكلا لي؟ إنه كيف تقعدوني بهيكل وأنا السماوات كلها ما بتسعني؟ أحبائي هالإله اللي ما بتساعه السماوات كلها وما بيساعه الوجود كله ارتضى انه يسكن بقلوبنا الصغيرة. مش بس ارتضى أحبائي، بقول انه هيدي فرحته، بقول انه هيدي بهجته، بقول انه هيدي غاية فرح غبطته وفرحه انه يقعد بقلوبنا وقلوبنا تستقبله. هيدي قمة فرح الله، هيدا منطق الحب الإلهي اللي نحن ما بنفهمه. كيف الله العظيم قدام عدميته للإنسان بيكون كل فرحه أنه يجي يسكن بقلب الإنسان منو هالإنسان؟ والله ليه نزل هالقد؟ أحبائي نزول يسوع مثل ما بقولها مار بولس بهيدي الحركة بيعبر عنا بطريقة لاهوتية رائعة، بقول مع أنه في صورة الله، إذا مش غلطان برسالة إلى أهل فيليبي، لم يحسب مساواته لله غنيمة، ما خليها لحاله، ما اغتنمها، لكنه تواضع وامحى. يسوع المسيح عيش الامحاء معنا، الامحاء، وظهر بشكل إنسان وأخذ صورة العبد، عبد يهوى. نتذكر آلام يسوع، لذلك وأطاع وأطاع أحبائي حتى الموت، موت الصليب، موت العار، الموت المشين. تصوروا هالنزول اللي يسوع المسيح حقه بتجسده، تجسد فدائي راح فيه لأبعد الحدود، حتى أحبائي إنه يسوع صار خطية كرمال يحررني من خطيتي. الذي لم يعرف الخطيئة صار خطيئة لأجلي. الذي مكتوب، لأنه مكتوب ملعون كل من علق، صار لعنة الله، حمل لعنة الله عنا نحن، تنسير نحن بر الله فيه، تنسير نحن نتقدس نكون قديسين. هيدي نزول يسوع المسيح، هيدي حركة هبوطه نحو أعماق الجحيم تيفتدي البشرية كلها لأعمق نقطة، ومش بس لأعمق، أعمق نقطة وين الإنسان حتى ما بيقدر يوصل بشره. يسوع المسيح تجاوزه إلى اللامتناهي ليرجع يحضنه ويطلعه معه بحركة تصاعدية. لذلك رفعه الله ووهب له الاسم الذي يفوق كل اسم، لكي تجسل اسم يسوع تركع، لاسم يسوع كل ركبة في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض، تمجيدا لله الآب. أحبائي هذا النزول هو لأجل كل واحد منا. يسوع بينزل لأعماق جحيمنا، لأعماق وجعنا، لأعماق كفرنا، لأعماق خطيتنا، لأعماق إلحادنا، تيحولنا ويقولنا أنا هون وبحبكن وكرمالكن قادر أنزل لأبشع المطارح، لأكثر المطارح النتنة والوسخة والمجوية كرمالكن أنتو، بس أرجع طلعكن منها وافتديكن بدمي، بدمي مش بشي تاني، افتدينا بدمه. أحبائي بقول مار القديس بطرس لم يقتنينا بالغالي من الفضة إنما بثمن دم كريم، دم يسوع الحمل المذبوح، الله اللي بذل ذاته لأجل حياة كل إنسان. أحبائي اليوم و
وتنتأمل بهالحب هيدا وبهالكلام. خلينا نحن نعرف نقدم بهالمسيرة الميلادية، نقدم له شيء، يمكن بخور وقرابين مثل المجوس، يمكن سهرنا وتواضعنا مثل الرعاة، يمكن كل واحد منا على طريقته، كل واحد منا يقدم شيء، ولكن ولا واحد منا يكون مثل الكهنة المتكبرين اللي عم يتآمروا، ولا مثل هيرودس المجرم الذي بده يقتل أطفال بيت لحم تيقضي على الطفل الإلهي. هيديك الصور أحبائي خليها بعيدة عن حياتنا، خليها بعيدة، وخلينا دايما صورة الميلاد عم بتشاع تواضع وحب وفرح وسلام وطمأنينة وغبطة، وكله يكون لمجد يسوع المسيح. آمين.